بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أبنائي طلاب الصف الثاني عشر ومع الجزء الثاني من جمع القرآن الكريم. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يبين سبب نسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ، وأن يعدد الإجراءات التي اتبعها عثمان بن عفان رضي الله عنه في نسخ القرآن الكريم، وأن يذكر جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم بعد عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أعزائي الطلاب، أخذنا في الجزء الأول من جمع القرآن الكريم معنى جمع القرآن الكريم. فما المراد بجمع القرآن الكريم؟ هيا أبناء الطلاب، ما المراد بجمع القرآن الكريم؟ نعم، يرد جمع القرآن الكريم على معنيين: المعنى الأول الحفظ في الصدور، والمعنى الثاني الكتابة في السطور. أحسنتم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: عدد مراحل جمع القرآن الكريم. عدد مراحل جمع القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم في ثلاث مراحل. أولاً، جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً، جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثالثاً، نسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أحسنتم أبناء الطلاب. الهدف الأول: أن يبين الطالب سبب نسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ. وأخيراً أبناء الطلاب، مع المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن الكريم، وهي نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهيا بنا لنتعرف ما سبب نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى نسخ متعددة. في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه انتشر الإسلام في أرجاء الأرض، وتفرق قراء الصحابة رضي الله عنهم في البلاد يعلمون الناس قراءة القرآن الكريم كما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الداخلون في الإسلام يتعلمون وجوه القراءة منهم، وأصبح أهل كل بلد يرون أن وجه القراءة الذي يقرؤون به أكثر صواباً من الأوجه التي يقرأ بها أهل البلاد الأخرى، حتى وقع الخلاف والنزاع بينهم. فخشي الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم، فجاء يحذر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذا الخطر. أعزائي الطلاب، هيا بنا لنتعرف ما دور الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مرحلة نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. عندما وقع الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة القرآن الكريم، جاء الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحذر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذا الخطر. إذن دور الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان هو تحذير الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من اختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم. التقويم من أجل التعلم: الصحابي الجليل الذي أدرك اختلاف المسلمين في تلاوتهم لكتاب الله تعالى هو زيد بن ثابت رضي الله عنه،
أم عثمان بن عفان رضي الله عنه، أم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هيا أبناء الطلاب. نعم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو الذي أدرك اختلاف المسلمين في قراءتهم للقرآن الكريم. الهدف الثاني أن يعدد الطالب الإجراءات التي اتبعها عثمان بن عفان رضي الله عنه في نسخ القرآن الكريم. أعزائي الطلاب، تعالوا بنا لنتعرف على أهم الإجراءات التي اتبعها عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أخبره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه باختلاف الناس حول قراءة القرآن الكريم. استشار عثمان بن عفان رضي الله عنه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فاستقر رأيهم على كتابة عدة نسخ من المصحف ليعتمد عليها المسلمون ويرجعوا إليها إذا حصل اختلاف في قراءة القرآن الكريم. استدعى بعد ذلك أربعة من الصحابة رضي الله عنهم تميزوا بحفظهم للقرآن الكريم وإتقانهم للكتابة، فكلفهم بنسخ المصحف الذي كان محفوظاً عند حفصة رضي الله عنها، وأرسل النسخ التي تم نسخها إلى نواحي الدولة الإسلامية، وأبقى نسخة في المدينة المنورة، وأرسل مع كل مصحف عدداً من الصحابة رضي الله عنهم ليعلموا الناس القراءة الصحيحة للقرآن الكريم. أبنائي الطلاب، تعالوا بنا لنتعرف من هم الصحابة رضي الله عنهم الذين قاموا بمهمة نسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ. الصحابة هم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن الحارث رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وسعيد بن العاص رضي الله عنه. لماذا تم اختيار هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لمهمة نسخ القرآن الكريم؟ أو ما سبب اختيار هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهذه المهمة العظيمة وهي نسخ القرآن الكريم؟ نعم، تم اختيارهم لحفظهم للقرآن الكريم وإتقانهم للكتابة. عزيزي الطالب، علل اختيار بعض الصحابة رضي الله عنهم لمهمة نسخ القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عدة نسخ. هيا أبنائي الطلاب، ما سبب اختيار هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لمهمة نسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، لحفظهم للقرآن الكريم وإتقانهم للكتابة. الهدف الثالث أن يذكر الطالب جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم بعد عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أعزائي الطلاب، لم يتوقف المسلمون عن خدمة القرآن الكريم في أي عصر من العصور ولا عهد من العهود منذ نزوله وحتى بعد عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فتعالوا لنتعرف على جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه. اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم فأكثروا من نسخه، معتمدين في ذلك على نسخ عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما استمرت جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم، حيث قاموا بضبط المصحف الشريف ووضع علامات تساعد على إتقان تلاوة القرآن الكريم. هيا لنتعرف أبناء الطلاب على العلامات التي وضعها العلماء لإتقان تلاوة القرآن الكريم.
من أهم هذه العلامات التي وضعت من أجل إتقان تلاوة القرآن الكريم هي تنقيط الحروف العربية، وضع علامات الوقف، ضبط حركات الإعراب. ويرجع أبناء الطلاب سبب وضع هذه العلامات إلى أن المصاحف التي نسخت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت خالية من النقاط وعلامات الإعراب على عادة العرب في تلك الفترة. ومن صور عناية المسلمين بالقرآن الكريم في العصر الحاضر إصدار النسخ الإلكترونية المحوسبة التي تحتوي على القرآن الكريم مقروءاً أو مسموعاً أو مفسراً. وأخيراً أبناء الطلاب، مع الغلق الختامي، معنى جمع القرآن الكريم. يرد جمع القرآن الكريم إلى معنيين: المعنى الأول الحفظ في الصدور، والمعنى الثاني الكتابة في السطور. مراحل جمع القرآن الكريم: جمع القرآن الكريم في ثلاث مراحل. جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونسخ القرآن الكريم إلى عدة نسخ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. جهود المسلمين في خدمة القرآن الكريم في العصر الحاضر: إصدار النسخ الإلكترونية المحوسبة التي تحتوي على القرآن الكريم مقروءاً أو مسموعاً أو مفسراً. شكراً أبناء الطلاب على حسن استماعكم، ونرجو من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في عرضنا لهذا الدرس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح.